العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقها في الدين يا رب العرش العظيم. تدخل اليوم الأيام العشر المباركة، أيام آخر رمضان العشر الأخير، وهي زبدة الشهر وأفضله وأكرمه عند الله عز وجل. فينبغي للعبد المؤمن أن يزيد من العمل الصالح ما استطاع إلى ذلك سبيلا، كل أنواع العمل الصالح، فلا يدع مجالا للخير إلا ويبادر إليه. وعلى رأس ذلك العبادات من ذكر وتسبيح ودعاء واستغفار وقراءة قرآن وصلاة في قيام الليل وأداء للصدقات، سائلا الله تعالى أن ينال الفضل العظيم الذي يكون في هذه الليالي، ألا وهو ليلة القدر. في الأرجح من أقوال العلماء أنها تكون في ليالي العشر، بل وفي الأوتار منهن، قد كانت هذه الليلة إحدى ليالي الأوتار. كما أن أمرا عظيما ينبغي أن لا يغفل عنه الإنسان يتعلق بهذه الليالي، وبخاصة بليالي القدر أو بليلة القدر، ألا وهو أن قضاء الله تعالى قد ينفذ فيه في الأجل. أكثرنا كان يسمع من قديم ويقولون باللهجة العامية أن الإنسان في ليلة النصف من شعبان تسقط ورقته، وبالتالي قد يقدر، بمعنى أنه قد يقدر عليه أجله في هذه الليلة فيموت قريبا. والحق قلت يومها في ليلة النصف لما كنا، قلت إن هذا كلام خاطئ، وإنما يحصل هذا حقا في ليلة القدر. إيش؟ يقدر الله تعالى عليك أجلك ويأمر الملائكة بكتابته في هذه الليلة. قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، من كل أمر إلهي يريد إنفاذه وقضاءه في العباد، تنزل الملائكة بكتابته وتسجيله، سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال سبحانه: حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. حتى أن الجملة التي اعتادوا قولها في ليلة النصف يقولون التي يفرق فيها كل قول حكيم ويبرم، هذه كلام غير صحيح. وقلت في وقتها: أصلا هذا الدعاء ليس دعاء مختصا بليلة النصف أبدا، لا من قريب ولا من بعيد، لم يرد مطلقا لا في ليلة النصف، وإنما ورد دعاء من ألفاظ، بعض ألفاظه قليلة تنسب إلى عبد الله بن مسعود وليست مختصة بالنصف. المهم هذا من باب التنويه. ففي ليلة القدر التي نعيش الآن أرجى وأوقات حصولها، هذه الليلة هي التي يقضى فيها أجلك. يسأل إنسان: يقضى أجلي؟ ألم يقضى أجلي قبل أن أخلق؟ ولما كنت في بطن أمي يؤمر الملك في الحديث الصحيح بكتب أجله ورزقه، وشقي أم سعيد الإنسان؟ قال: نعم. قال: إيش يكتب الآن في ليلة القدر؟ ما الذي يكتب؟ تسلم صحائف الأموات إلى الملائكة في هذا العام في ليلة القدر. يقول الله تعالى لملائكته: هذا يموت هذا العام، تسلم صحائف الأموات، قبض الأرواح. كيف تسلم الآن إلى دفن الموتى؟ ادفنوا في فلانا، تسلم إلى الملائكة فاقبضوا فلانا في يوم كذا، في ساعة كذا، في مكان كذا. هذا أحد أقوال أهل العلم في المسألة. وبعضهم قال: لأن الله تعالى احتفظ بقضائه في الموت لنفسه فلم يطلع عليه أحدا، ثم إنه أعلم ملائكته بشيء يتغير من الموت والحياة. قال: ما هو؟
يأمرهم إن بر فلان أمه وأباه فزيدوا في عمره 10، إن وصل رحمه فزيدوا في عمره 5، إن نقص من إن قلل من صلة رحمه فأنقصوا من عمره 3، إن عق أمه وأباه فأنقصوا من عمره كذا. هذا كله كما قال الله تعالى عن لوحه المحفوظ. نعم، حتى تحضرني الآية: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قال بعض المفسرين: يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي في ألواح الملائكة التي ينزلها كل عام، في كل عام يغير لهم فيها، ولكن عنده أم الكتاب أي اللوح المحفوظ فهذا لا تغيير فيه، وهذا لا يطلعهم عليه أصلا. قدمت بهذه المقدمة حتى يتحضر الإنسان ويتجهز لأن يأتيه الأجل في أي لحظة وساعة، وهذا موعد كتابتها بالنسبة للعام، ليلة القدر، ونحن نعيش أيامها. فكيف يكون استعداد الإنسان للقاء الله سبحانه وتعالى؟ كيف يواجه الموت؟ لا أحد يستطيع مواجهته، لكن كيف يكون حاله؟ على ما ينبغي أن يستعد، يتحضر، يجهز نفسه. الآن إنسان يريد السفر يجهز نفسه قبل أيام، ويعرف ماذا يشتري، يعرف ماذا أين سينزل وكذا. الآن أمامنا سفر بعيد، ثم نهاية السفر إما جنة وإما نار، الأمر عظيم كبير. والله تعالى قال: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فلنتذكر في كل رمضان نذكر: أخونا فلان كان موجودا يصلي معنا، قريبنا فلان كان كنا نزوره في العيد، الآن ذهب رحل إلى الله، والسنة التي قبلها والتي قبلها. ولو استحضر بعضنا الأموات الذين يعرفهم لوجدهم أكثر من الأحياء الذين يعرفهم. عد من طفولتك إلى الآن، كم كنت تعرف بشرا وماتوا؟ من أقرب الناس إليك أبيك وأمك إلى أناس تعرفت عليهم في حياتك، قد تكون تعرف أناسا ماتوا أكثر من الذين هم أحياء الآن، بخاصة من تقدم به العمر. فلذلك الاستعداد ليوم الرحيل أمر ضروري، فأحببت أن أسوق أحاديث تتعلق بهذه القضية. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: كتاب عيادة المريض وتشييع الميت والصلاة عليه وحضور دفنه والمكث عند قبره بعد دفنه. كيف يكون كل هذا الاستعداد والمعرفة لهذه الأمور؟ سنأتي. قال عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام. متفق عليه. الأولى قال: أمرنا بعيادة المريض، والمرض قد يكون مقدمة للأجل للموت. نعم، عيادة المريض زيارته، سنعرض لمعناها سريعا لأنها فقط موطن الشاهد. عيادة المريض واتباع الجنازة، أمرنا يا أيها الأحبة باتباع الجنازة، أي بالسير معها حتى تدفن، وهذه سنة غفل عنها كثيرون. إن استطعت، ما عندك شيء ضروري، حتى لو لم تكن تعرف الإنسان الذي مات، أخرج في جنازته حتى يدفن. ورد في الحديث الصحيح: من صلى على جنازة فله قيراط من الأجر، ومن صلى على جنازة ثم تبعها حتى تدفن كان له قيراطان من الأجر. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل أحد. سبحان الله. فاتباع الجنازة حتى وإن لم أكن أعرفها، هذا الأمر كان في بلادنا وقل الآن كثيرا، لا يزال في بلاد أخرى كالحرمين وغيرهما. ترى الإنسان ميتا من أي بلد لا يعرف، يخرج وراءه الناس إلى مقبرته إلى دفنه،
هنا في بلادنا قبل 25 سنة إلى الوراء كنت أرى كثيرا من الناس لا يعرف، والله في حينا الرجل أسمع به لا أعرفه، لكن من الأجر أن أخرج وراءه فيخرج، هذه سنة. قال وتشميت العاطس، يعني أن أقول له يرحمك الله إذا قال الحمد لله. وإبرار المقسم، المقسم إذا قال لك إنسان والله لتأكلن هذه، والله لتفعلن هذا من أجلي، تكرم عينك، إبرار المقسم. نعم. ونصر المظلوم أي مساعدته، وهذا أيضا من الأمور التي قصرنا فيها كثيرا سبحان الله، ونسأل الله العافية. وإجابة الداعي، إذا دعاك إنسان لزيارته في بيته فزر، وبخاصة تزيد سنية هذه المسألة إذا كان الداعي إلى عقد نكاح، إلى وليمة لعقد نكاح، فهي سنة مؤكدة، وبعض أهل العلم قال واجب من أجل إشهار الحلال وإطفاء الحرام، إظهار الحلال. وإجابة الداعي وإفشاء السلام أي نشره وبثه بين الناس، عرفتهم أم لم تعرف. قال باب استحباب سؤال أهل المريض عن حاله، نحن نذكر شأن المرض وشأن الموت. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس يا أبا الحسن كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أصبح بحمد الله بارئا، أخرجه البخاري. إذن يستحب لنا جميعا إذا عرفنا بمرض فلان أن نهتم لذلك، نقول كيف جارك، كيف أخوك، كيف ولدك، كيف ابنتك، كيف أصبحوا، إذا بلغنا أنهم مرضى لا ينبغي أن نتجاهل، الله ماشي الحال، لا لا اسأل. باب استحباب سؤال أهل المريض عن حاله. نعم. الآن الإنسان نفسه شعر أنه قد دنا أجله، ماذا يصنع؟ قال باب ما يقوله من أيس من حياته، شعر أن الأجل ودنوه قريب جدا منه. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستند إلي يقول، أي عند وفاته، اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. متفق عليه. فالإنسان إذا شعر اشتد به المرض كذا كذا يقول هذه الكلمات، اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. الرفيق الأعلى هم الملائكة الكرام في الجنة. نعم. وألحقني بالرفيق الأعلى. قال وعنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت، أي وهو في سكراته، عنده قدح فيه ماء، وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول اللهم أعني على غمرات الموت وسكرات الموت، أخرجه الترمذي. هذا الحديث بهذا اللفظ في الترمذي، أعني على غمرات الموت وسكرات الموت. في صحيح البخاري ورد فيه بعد أن يمسح وجهه بالماء، إذن يسن للمريض أو لمن يعاني يشعر دنو أجله أن يمسح على وجهه أو يمسح على وجهه بالهون بالسهولة بشيء من ماء، ثم يقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. وهذا التعبير النبوي العجيب بلفظ السكرات تعبير فيه يعني بلاغة أخاذة. لما يشرب الإنسان خمرا والعياذ بالله تعالى لا يدري ما السماء من الأرض إذا أخذت الخمر بعقله فيسكر، شبه رسول الله الموت بالسكرات التي تصيب السكران، لا يعود يدري، والآن هو في شدة الألم وشدة النزع وشدة ضيق أتنفسه وضيق الحال عليه، كأنه لا يدري من السماء من الأرض، من يمينه من يساري، من أنت حولي، من فلان من فلانة، ما عاد تختلط الأمور عليه من شدة الهول الذي نزل به، فعبر عن ذلك بالسكرات سبحان الله.
قال باب تلقين المحتضر لا إله إلا الله. يقال محتضر ومحتضر. المحتضر والمحتضر هو الذي تصيبه سكرات الموت، نشعر أنه ينازع يعني. قال عن معاذ رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه أبو داود والحاكم. وعن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. أخرجه مسلم. لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. الموتى كما قال أهل العلم في هذا الحديث الراجح منهم أنهم الذين أصابتهم سكرات الموت، بمعنى أنهم ليسوا موتى حقيقيين وإنما أشرفوا على الموت. وقال بعض أهل العلم وهو كلام جيد أيضا قال بل هم الموتى الحقيقيون، وهذا التلقين يكون في القبر بعد أن يوضع في القبر. أقول يا عبد الله، تلقين معظمكم يعرفه، وقف على قبور بعض الناس، ومن لا يعرفه أن يجلس بعض الناس قرب القبر كما سنقول بعد قليل، ثم يقول له يا عبد الله أذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهذا تلقين للميت الحقيقي. قال ليش هو يسمع؟ نعم يسمع، نعم يسمع، ولولا ذلك لما أمرنا بخطابه، ما كان في فائدة من ذلك. فإذا لقنوا موتاكم يحتمل معنيين، المعنى الأكثر عند أهل العلم أي من حضره الموت الذي هو في سكرات الموت. كيف ألقنه هذا؟ قالوا أرفع صوتي عنده رفعا خفيفا وأنا جالس جنب المرضان، نعم أقول لا إله إلا الله حتى يسمعني فيقولها. قالوا ولا ألح عليه ولا أكرر عليه كثيرا، بقول لا إله إلا الله بسكت، سمعت قالها كفى، ما سمعته قالها بعد دقائق لا إله إلا الله أرفع صوتي قليلا ليسمع، ليتحرك قلبه ليقولها. فإن سمعته قالها اكتفيت، فإن لم أسمعه قالها بعد قليل دون إلحاح أقول لا إله إلا الله وأسكت. وهكذا هذا هو التلقين المشروع. أقول هذا يا أيها الأحبة لأننا جميعا لما تصيبنا مصيبة الموت يذهل الإنسان، فينبغي أن يكون شيئا ما متجلدا حتى يتذكر ماذا يفعل. أنا حضرت موت أناس عديدين، رأيت بعضهم وهم طلاب علم يغفل، ما بعود بضيع، بقول لك إيش بدي أسوي لك، إيش بدي أعمل، إيش بدي أتصرف، أتصرف كما تعلمت. لكن أنا أعذره وأعذر كل إنسان مصيبة، الله تعالى قال فأصابتكم مصيبة الموت، شيء يعني يذهب بعقل الإنسان، ما يستطيع الإنسان أن يتحرس تماما. لذلك نحاول أن نذكر بعضنا بما ينبغي إذا حضرنا، وأكرر وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. شاب ما تقول والله أنا شاب، والله أنا لسه أول حياتي، أنا لست مريضا. أنا كم رأينا من ليسوا مرضى ماتوا والمرضى عاشوا 20 سنة بعدهم، والكبير ابن 70 عاش والذي في عمر ولده وهو في 30 مات. فلا تقل هذا، يعني كلام هذا لا يساوي شيئا، أن تقول والله الأمور لا تدري شيئا، لا أنت ولا أنا ولا أحد من البشر. قال باب الكف عما يرى في الميت من مكروه. عن أبي رافع أسلم مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي رافع، أبو رافع كنيته واسمه، اسم هذا الصحابي أسلم. عن أبي رافع أسلم مولى أي خادم رسول الله، ولرسول الله خدم كثيرون. وأصل كلمة المولى أن يكون الإنسان عبدا ثم يعتق، يقال يعتق أفصح من يعتق، يعتق بنعتق يعني بصير حر، هذا يسمى مولى في الأصل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله تعالى له 40 مرة. رواه الحاكم. قال إيش ده يكتم عليه ميت؟ إيش في عنده ليش حتى يكتمه؟ طبعا والعياذ بالله تعالى
لما يحتضر الإنسان تحضره ملائكة الرحمة إن كان مستحقا وملائكة العذاب إن كان مستحقا. فلذلك إما أن يبيض وجهه عند لحظات الموت ترى وجهه مشرقا منورا، وإما أن يسود وجهه والعياذ بالله تعالى عند لحظات الموت فترى وجهه قبيحا شنيعا. بالتالي لو فرضنا رأيت إنسانا والعياذ بالله وجهه منقبض، يعني الذي يرى يقول أعوذ بالله الشهاد وجه أسود والعياذ بالله تعالى، لا تطلع تقول له وجهه أسود اسكت أطبق فمك ما تحكي ولا حرف، ادعو له أن يرحمه الله وأن يتجاوز عنه، ما تفتح هذا الكلام. والله كان عاصي لله يا أخي، الآن توفي، كان عاصي لله توفي الآن، دعه لله خلاص. من غسل ميتا فكتم عليه، أي ما رآه منه، قد يرى منه والعياذ بالله مشاهد عند الغسل لا تليق، لا تسر أحدا والعياذ بالله، مو تسود وجهه هو لأن وجهه صار كذلك، تسود وجه أهله أيضا، أهله يقولون العياذ بالله إيش هذا أبونا أخونا هيك هذه الوفاة، يحزنون. قال فكتم عليه، غفر الله تعالى له 40 مرة، أي تجاوز عنه مرات ومرات، سبحان الله. فإذا الستر على من مات أمر حسن لا تكشف عنه شيئا. قال باب الصلاة على الميت وتشييعه وحضور دفنه وكراهة اتباع النساء للجنائز. جاءنا الحديث الذي ذكرناه منذ قليل، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه. سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بهذا الحديث من أبي هريرة، وكان لم يسمع من رسول الله إلا جزءا منه. الحديث له قسمان، من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. كان ابن عمر قد سمع المقطع الأول، من شهد الجنازة حتى تصلى عليها أو حتى يصلى عليها فله قيراط، فكان الرجل إذا كان حاضرا يصلي على الجنائز ثم ينصرف إلى بيته. فإذا به يوما يسمع أبا هريرة يحدث بهذا الحديث، فأرسل إليه يا أبا هريرة أنت سمعت رسول الله يقول كذا ومن شهدها حتى تدفن كان له قيراطان؟ فقال نعم. أراد أن يتثبت أكثر، فأرسل إلى غيره من الصحابة أنتم سمعتم رسول الله يقول كذا؟ قالوا نعم. فضرب كفا بكف وقال لقد فرطنا في قراريط كثيرة، رضي الله عنه. الرجل ما يوجد عمل صالح إلا ويبادر إليه، فكان يصلي على الجنازة لأنه لم يسمع بفضل متابعتها حتى تدفن، يصلي وينصرف. فلما تأكد أنه يسن أيضا كما قلت آنفا منذ قليل أن تتابع الجنازة حتى تدفن، قال ضيعت على نفسي أجرا عظيما، فرطنا في قراريط كثيرة. أذكر أنني كنت في الحرمين الشريفين، فكنت أحب أن أشهد هذا وبخاصة في حرم الله وحرم رسوله. فكنت إذا صلوا على الجنائز، والجنائز هناك كثيرة سبحان الله العظيم، ما من وقت صلاة إلا وتحضر جنائز عديدة. الأفضل أيها الأحبة إذا كثرت الجنائز أن نصلي على كل جنازة منفردة وحدها، هذا أفضل. ولو صلينا عليها كلها صلاة واحدة لا حرج ولا بأس، ولو كانوا 100 إنسان، لكن الأفضل أن يخص كل ميت بصلاة جنازة وحده. جيد. فكنت أخرج فأنظر، سبحان الله، أخرج إلى المعلى وهي مقبرة مكة المكرمة، وكثير من الناس قد لا يكون ذهب إليها. المعلى هي مقبرة مكة المكرمة، دفنت فيها السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها، والبقيع مقبرة المدينة، ولعل أكثر الناس يعرفها ويعرف اسمها، سبحان الله. خرجت يوما في مع إحدى هذه الجنائز بعد صلاة الفجر، صلينا الفجر وكانت هناك جنائز، فخرجت
قلت أبتغي الأجر من الله وأشهد الدفن في تلك البقعة المباركة. وأنا ماشي إذا بأخ يسلم علي، سلمت عليه، فإذا به رجل من تلك البلاد من أهل المدينة، فقلت له أتعرف الرجل؟ قلت في نفسي أنا وحدي لا أعرف الرجل أم هو لا يعرفه؟ قال لا أنا أعرفه. قلت من هو؟ فقال هو رجل من ماليزيا. قلت وما صلتك به؟ أنت من المدينة وهو من ماليزيا، مسلم يعني. قال الرجل كان يعمل في نفس الشركة التي أعمل أنا فيها. قلت يعني في صلة احتكاك مباشر؟ قال لا 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 لا، لما في احتكاك مباشر أبدا بيني وبينه، لكن أبتغي المثوبة من الله تعالى. قلت سبحان الله، أيضا سبحان الله. فخرجنا حتى دفنت، سبحان الله، نظرت القبر يسن فيه أن يكون عميقا. كانت قبورنا في بلادنا، لعل بعضكم يذكرها، كانت عميقة. الآن القبور طبعا الآن على هذه الحداثة التي شهدناها أمورنا كلها تغيرت، لكن للأسوأ ولله الحمد، للأسوأ في كل شيء، لله الحمد والشكر على كل حال. فترى القبر بعمق نصف متر، لك إيش هذا القبر؟ شلون هيك تحفر نصف متر؟ خصوصا في هذه المقبرة التي تسمى الحديثة المعروفة، ماذا تفعلون؟ نعم مهم، هذه أيضا حديثة يا أخي، هذه أيضا حفرها حديث. لذلك أنا قلت لكم مقابرنا القديمة، المقابر القديمة قبورها الأصلية، انظروا حاولوا اطلعوا على القبور، يعني القبور اللي صلى على الأقل مثلا 40 أو 50 سنة على الأقل، انظر إليها، عمقها ما يقرب من مترين، متر ونصف إلى المترين. وهذه سنة، يسن تعميق اللحد، يسن تعميق اللحد. قال إيش الفائدة؟ أولا حفظا من الهوام، الدواب وكذا التي تنهش في جسد الميت أو كذا، وثانيا إشعارا بذل الإنسان لله عز وجل، سبحان الله العظيم. على كل المهم فوضى، فرأيت القبر عميقا، فقلت سبحان الله سبحان الله، رجل جاء من ماليزيا فجاءه الأجل هنا، سبحان الله، وإنسان ذهب من حلب إلى تلك البلاد يرجو أن يموت ولا يأتيه الأجل، وإنسان آخر يسافر إلى بلد ليس فيها دين ولا إيمان فيموت في تلك البلاد ولا يجد أحدا يصلي عليه، وا 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 وا، سبحان الله العظيم. لذلك لما تدعو لنفسك بحسن الخاتمة فأنت تمنح نفسك شيئا عظيما. ألح على الله تعالى بحسن الخاتمة، ألح على الله ليل نهار، يا رب حسن الختام، يا رب أكرم مثواي، يا رب أكرم نزلي، يا رب لا تجعلني في آخر عمري إنسانا بعيدا عن دينك، عن طاعتك، عن كذا، سبحان الله، أمر عظيم يا أيها الأحبة. كان بعض الصالحين من مدينتنا حلب يطمع أن يموت في المدينة، وهذا شرف، الموت في مدينة سيدنا رسول الله شرف، مو يعني مو اجتهادا، وإنما ورد في حديث إسناده حسن، من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها فإني أشفع لمن يموت بها. قال إيه يعني ما في ليش غيره شفاعة؟ لا، هي شفاعة خاصة ما عدا الشفاعة العامة، هي شفاعة خاصة لأهل مدينته الكرام أو للموتى الذين دفنوا في مدينته المباركة، فإني أشفع لمن يموت بها. فاللهم اكتب لنا أجلا في ذلك المكان الطيب يا رب يا رب. هذا الرجل الصالح الشيخ عيسى البيانوني رحمه الله تعالى، مضى على وفاته قريب من 80 سنة تقريبا، نعم، كان الرجل محبا، محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حبا ملأ عليه سمعه وبصره وكيانه، كان يذهب في كل سنة إلى الحج والعمرة ويحاول أن يعني يبقى أكثر مدة في ذلك المكان، سبحان الله، ثم يعود. كان مدرسا في الخسروية في الثانوية الشرعية، يعني في مدينتنا درس الأجيال الكبيرة الكبيرة من مشايخنا، نعم، توفي كما قلت قريب من 80 سنة، يعني ما أدركه معظمنا لم يدركه ولم يره أصلا. المهم فكان في كل سنة يحاول ويشاء الله تعالى في السنة التي مات فيها أن يكون هناك. كان قد أنشد رحمه الله تعالى، هو كان شاعرا،
كان دائما ينشد القصائد في المديح النبوي وفي تعظيم فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنشد يوما قوله وهي أبيات رنانة مشهورة: هم بالحبيب محمد وذويه صلى الله عليه وسلم، إن الهيام بحبه يرضيه، إن مات جسمك فالهوى يحييه، جسد تمكن حب أحمد فيه، تالله إن الأرض لا تبليه. من بعده روحي أطالت أنها، أنا لست أصغى للعذول وإنها، يا عاشقا ذات الحبيب وحسنها، أكثر عليه من الصلاة فإنها هي نور قبرك عندما تأويه. يا رب، عبد قد أسى بفعاله وبذله، قد مد كف سؤاله وأتى حبيبك طامعا بنواله، عبد توسل بالنبي وآله، فبحقهم يا رب لا تخزيه. ومات الرجل ودفن في المدينة، ومرت سنوات كما حدث بذلك ثقات، ومرت سنوات فجاءوا ليفتحوا قبره ويدفنوا فيه غيره. وفي المدينة تبلى الأجساد بسرعة، غير بلادنا، بلادنا باردة. فجاءوا إلى قبره ليفتحوه فوجدوا الرجل كما هو، فغطوا قبره وخرجوا إلى قبر آخر. كأن الله تعالى استجاب له أمنيته. نعم، قال: جسد تمكن حب أحمد فيه، تالله إن الأرض لا تبليه. سبحان الله، رحمه الله. فيا أيها الأحبة، هذا أمر عظيم أيضا. اجعل صلاتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم وردا يوميا، على الأقل 100 مرة، وإن زدت فهو خير لك، كما معنا من يومين أو 3 حديث أبي بن كعب قال: يا نبي الله، إني أصلي إليك فأصلي عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ الثلث. قال: إن زدت فهو خير لك. إلى أن قال: أجعل لك صلاتي كلها، أي أجعل لك دعائي وذكري لله سبحانه وتعالى، وأخص منه الصلاة عليك. قال: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. سبحان الله. قال: باب استحباب تكثر المصلين وجعل صفوفهم 3 فأكثر على الجنازة. إذا وجدت جنازة وأردنا أن نصلي عليها، فمن السنة أن تكون الصفوف 3 إن كان المصلون قليلين، فإن كانوا كثيرين والصفوف كثيرة فالأمر تمام. قال: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 إلا، أو كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. رواه مسلم. هذا الحديث الأول. الثاني: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم. وعن مرثد بن عبد الله اليزني رضي الله عنه قال، أو رحمه الله تابعي، قال: كان مالك بن هبيرة رضي الله عنه، هذا صحابي، إذا صلى على الجنازة فتقال الناس، نظر عدد قليل، قال: جزأهم عليه 3 أجزاء. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه 3 صفوف فقد أوجب. رواه أبو داود والترمذي. هذا الحديث الأخير هو الذي دفع بعض الناس، لعلكم تجدون، بقول لك: يا جماعة كتروا صفوف، كتروا صفوف في صلاة الجنازة. لكن هذا يعني قولهم ليس دقيقا تماما. الآن الحديث كيف هو؟ صحابي مالك بن هبيرة رضي الله عنه يقول: ينظر إلى الناس في صلاة الجنازة، إذا وجدهم قليلين فتقال الناس، يعني لا عدد قليل، حينها جزأهم. فأما مثلا نحن نصلي فعددنا جيد ونحن أكثر من 3 صفوف، خلاص لا تقول كتر الصفوف. فهذا تكثير الصفوف مربوط بإيش؟ أن يكونوا أقل من 3 صفوف. فبنقول لهم: لو إذا كنتوا أقل
من 3 صفوف ولو كان عددكم قليلا اجعلوا كل صف مثلا 5 أشخاص كل الحاضرين 15 فبنقول لهم كل صف 5 مشان يصيروا 3 صفوف. ما المزية؟ يقول قال رسول الله من صلى عليه 3 صفوف فقد أوجب، أي بإذن الله أوجب الله تعالى له تكفير ذنوبه. تمام. الحديث الذي قبله صلى عليه 40، الحديث الذي قبله صلى عليه 100. الآن آخر حديث، وإن كانوا أقل من 100 أو أقل من 40 ما داموا 3 صفوف فإن شاء الله تعالى يتجاوز الله عنه. فالإنسان يرجو لأخيه الميت أن يتجاوز الله عنه فيحاول أن يصنع هذا. اللهم إنا نسألك أن تحسن ختامنا وختام المسلمين، وأن تلقانا وأنت راض علينا يا رب العرش العظيم، وكل من سمع كلامنا وكل من له حق علينا أكرمه بحسن الخاتمة يا رب العالمين، والحمد لله تعالى رب العالمين.